بيان ناري من السعودية ضد سد النهضة، بننشر لحضراتكم التفاصيل. بيان جديد، وبننشر لحضراتكم خطورة هندسة سد النهضة وإمكانية انهياره. وبيان ناري من الجامعة العربية على شكوى إثيوبيا لمجلس الأمن. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر مهم معانا، وبيان ناري من السعودية ضد سد النهضة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المملكة العربية السعودية تؤكد استمرار دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة. وقالت الوكالة إن المملكة تجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية. وأضافت في هذا الإطار، فإن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالبتهما بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها. وتابعت أن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. المصدر معانا كان من واس، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا المملكة العربية السعودية يعني دولة عظيمة وشقيقة لمصر. تحية كبيرة جدا للملك سلمان والأمير محمد ابن سلمان، ربنا يحفظهم بإذن الله. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وبيان ناري من الجامعة العربية على شكوى إثيوبيا لمجلس الأمن. أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن امتعاض الجامعة لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة لمجلس الأمن. وجاء الرد على رسالة إثيوبيا التي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة، بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي. أكد المصدر أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة، لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا في الماضي والحاضر بأوثق العلاقات وأكثرها متانة. شدد المصدر على أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقي، خاصة وأنها تضم في عضويتها 10 دول عربية هي أيضا دول أعضاء في الاتحاد، مشيرا أن الجامعة تحتفظ بأطر وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلا عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فئي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. المصدر أضاف أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة الذي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة هو أمر طبيعي ومنطقي، باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها هما مصر والسودان، مؤكدا أن مواقف الدولتين عادلة والتي تطالب باتفاق شامل وملزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة هي محل إجماع عربي. اختتم المصدر تصريحاته بالقول أن المسعى الإثيوبي يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراعا عربيا إفريقيا، وهو أمر خاطئ يدعو للانزعاج والأسف، داعيا أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء. مصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وننشر لحضراتكم خطورة هندسة سد النهضة وإمكانية انهياره. كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي إن مصر والسودان يجب أن يركزا أمام مجلس الأمن على أن هناك مبالغة هندسية خطيرة
للغاية في سد النهضة، وأضاف أنه لا بد أن نركز أمام مجلس الأمن على السعة التخزينية الخطيرة لهذا السد على السودان ومصر، وأنه زاد من 11 مليار متر مكعب حتى وصل ل 74 مليار متر مكعب متوقعة عند الانتهاء منه. وتابع أن المخاطر الأمنية والمائية يمكن اتخاذ تدابير والتغلب على أجزاء منها كمثال من سد النهضة في 7 أو 10 سنوات، ولكن الذي لا يمكن تجنبه هو سعته الخطيرة، وهو على ارتفاع كبير بالنسبة للخرطوم، حيث أنه أعلن العاصمة السودانية 350 مترا، وبالتالي يشكل خطرا كبيرا للغاية وفناء 20 مليون سوداني الذين يعيشون على طول النيل الأزرق. ولا توجد دولة في العالم بما فيها أمريكا أو الصين أن تضمن سلامة أي سد، ورأينا سدود في الصين وأمريكا كانت معرضة للانهيار. وقال بالنسبة لإثيوبيا خاصة في سد النهضة، فمن الممكن أن يحدث الانهيار لعوامل طبيعية نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول التي نشاهدها سنويا، بالإضافة إلى الزلازل والتشققات، وهناك نماذج للانهيارات في إثيوبيا. لذلك خاصة أن الشركة الإيطالية التي تبني سد النهضة سبق وأن بنت مشروع سد جيبي 2 وانهار 3 مرات، حيث انهار في المرة الثالثة بعد الافتتاح بعشرة أيام، وهو ليس عيبا في الشركة ولكن بسبب الظروف الطبيعية الموجودة في إثيوبيا من التشققات والفوالق وغيرها. وتساءل عباس شراقي: من يضمن سلامة السودان إذا تم البناء بهذه السعة الكبرى؟ ولو بافتراض أن إثيوبيا اتفقت مع السودان على أن السودان هي التي تدير السد، فهو لا يكفي إذا اشترطت أن يبنى بهذه السعة التي تصل ل 74 مليار متر مكعب، وهذه نقطة مهمة للغاية. وقال إن المنطقة دي هي أكبر منطقة نشطة للزلازل في قارة إفريقيا، هي منطقة شرق إفريقيا التي تقع فيها إثيوبيا، لأن فيها الأخدود الإفريقي العظيم والزلازل منتشرة منه وتصل لمصر، حيث أنها قادمة من الأخدود الإفريقي، وإثيوبيا هي منطقة الزلازل في القارة الإفريقية، وأيضا ينشط فيها بعض البراكين، وهناك نماذج لذلك، منها سد تيكيزي في إثيوبيا سنة 2007 حدث به انزلاقات صخرية أدت إلى وفاة 47 شخصا. وأكد خبير المياه: إثيوبيا مش هتتضر إذا انهار سد النهضة، لأنه على الحدود ومش في مدن أو قرى أو أي عمران، وهو يعلو سد الروسيرس السوداني ب 100 متر، لذا فهذا سد هو قنبلة مائية يمكن أن ينفجر بسبب الظروف الطبيعية، أو لو أي دولة معادية للسودان قامت بضرب سد النهضة ويحدث تدمير كامل للسودان. مصدر معانا كامل المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق، وفعلا يعني سد النهضة لو انهار 20 مليون سوداني معرضين يعني للموت للأسف. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون يعني خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمير، وتحية طيبة لأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.